قويم نحن ابتدينا بالرسول الكريم نحن ابتدينا نحن بالخير والسلام أتينا والكتاب القرآن بين يدينا فإذا ما كتب القتال علينا وهو كره لنا إليه مضينا أين جند الشيطان والشر أين نحن جند الحق الذي ليس يقهر الله أكبر الله أكبر إن لله وإن إليه راجعون قد قتل أمير الجيش زيد بن حارثة ثم قتل بعده جعفر بن أبي طالب ثم قتل بعدهما عبد الله بن رواحة والآن من سيكون أميرنا؟ من سيحمل لواء رسول الله؟ حقيقة لا أعلم ولكن اللواء الآن مع ثابت بن الأرقم الأنصاري ما أنا بفاعل بل اللواء من حق خالد بن الوليد لا لا أخذه منك يا ثابت وأنت أقدم مني إسلاما وشهدت بدرا فأنت أحق به مني والله ما أخذته إلا لك هيا خذ أنت الآن أميرنا وحامل راية رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله مائة ألف من الروم ومائة ألف من عرب الشام أمام ثلاثة آلاف فقط من المسلمين لا شك أن النصر سيكون لنا وسيفنى جيش المسلمين عن آخره نعم إنها لأيام سعيدة تلك التي نحياها ولكن ما دمت واثقا من نفسك هكذا فلما كل هذا القلق وكل هذه الحركة؟ لقد كادت رقبتي أن تلتوي في متابعتك رقبتي لا 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 لست قلقا أنا فقط أخشى أن ينجو أحد من المسلمين بحياته فتكون خسارة كبيرة لنا أم أن سر هذا القلق البالغ أن الراية أصبحت مع خالد بن الوليد أنت بغبائك هذا وأسئلتك التي لا تنتهي سر قلقي البالغ ألم تقل لي منذ قليل إنك لست قلقا؟ اللعنة على الغباء بالطبع يا زيد أنا أشعر بالقلق الشديد هل أنت واثق أن الراية الآن مع خالد بن الوليد؟ نعم لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعد الصلاة كما أخبرته فقد أطلعه الله على سير المعركة فلما كل هذا القلق؟ أنا أعلم جيدا تاريخ خالد العسكري وقد لقينا منه قبل إسلامه ما لقينا ولكن الرجل ما زال حديث عهد بالإسلام فهل سيتبعه المسلمون؟ بكل تأكيد وسيفتح الله لهم بإذن الله تبدو واثقا هكذا يا أخي زيدة إن أمرك عجيب ليس عجيبا ولكني سمعت رسول الله يسمي خالدا سيفا من سيوف الله فهل يخطر ببالك أن يكسر سيف من سيوف الله لقد أعز الله الإسلام بخالد فقد قاتل اليوم حتى كسرت في يده تسعة سيوف لم يبقى إلا سيف يمني هو الذي صمد معه ولكن الفارق العددي بيننا وبين المشركين كبير للغاية ولا أعلم إلى أي مدى سنصمد أعتقد أن أميرنا لديه خطة وسيفتح الله لنا بإذن الله لقد سمعت أن الروم وعرب الشام يريدون إنهاء المعركة سريعا فلذلك هم يحشدون بكثافة لضرب قلب الجيش ما رأيك يا خالد؟
إن هؤلاء لا يقاتلون في سبيل الله والآخرة مثلنا، بل يقاتلون من أجل المجد في دنيا زائلة، ولا أراهم إلا قد ملوا من القتال، وهذه هي فرصتنا. كيف؟ ولما كل هذا؟ اجعلوا ميمنة الجيش في مكان الميسرة، واجعلوا مؤخرة الجيش في مواجهة العدو، بينما مقدمة الجيش تعود للخلف. ولما كل هذا؟ عندها سيواجه العدو وجوها لم يرها من قبل، فيظن أن مددا قد جاء لجيش المسلمين، فيؤثر ذلك في نفوسهم ورغبتهم في القتال. حقا خطة بارعة. هناك جزء آخر من الخطة حتى تكتمل، أريد بعض الرجال ليتأخروا عن الجيش هاهنا. ولكن لماذا؟ نحن في أمس الحاجة لكل رجل. أنا سأخبركم. سيدي هرقل، ليس هذا هو الجيش الذي واجهناه بالأمس؟ لا شك أن مددا جاءهم من الجزيرة ليلا. ما زال عددنا أكبر ونستطيع أن ننهي المعركة اليوم. انظر يا سيدي خلف جيشهم، إن المدد عن هؤلاء المسلمين لا ينقطع. اللعنة. هل ستنجح الخطة ويظن العدو أن مددا كبيرا في الطريق إلينا فعلا؟ بإذن الله سينخدع العدو، هذا بالإضافة إلى أن خالدا قد أمر الجيش بالاستفاف كما ترى، حتى يوهم العدو بكثرة العدد. الله المستعان. يا لها من خطة بارعة، ألم أقل لك إن خالدا هذا ليس سهلا؟ أعتقد أن مهمتنا هنا قد انتهت، فقد وهمت عزيمة الروم، ولا أظنهم قادرين على الاستمرار. لا 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 لا، ما زال فارق العدد مهولا، وستؤخر هذه الخطة هزيمتهم فقط إلى آخر النهار، وبعدها أين ذهب ذلك الشيطان اللعين؟ لقد ذهب وتركني أكلم نفسي. إن أبا عمرو في غاية القلق على ولدي، حتى إنه ذهب لملاقاة الجيش بنفسه. الله أكبر، ها هو أبو عمرو قادما على فرسه ومعه عمرو وعبد الله. أبشره، فلقد نجحت خطة خالد، وظن الروم أن المدد قد جاء لجيش المسلمين فلم يكثفوا هجماتهم، وهكذا استطاع خالد العودة بالجيش سالما. ماذا؟ هل فر الجيش المسلم من المعركة؟ بل سماهم النبي الكرار، فالحرب كر وفر، وقد حقق الجيش هدفه وألقى الرعب في بلاد الشام، وعلموا أن المسلمين يستطيعون حماية رجالهم داخل وخارج الجزيرة العربية وليس في المدينة وحدها. وماذا فعل رسول الله عند استقباله الجيش؟ مالك يا أبا عمرو، لماذا صمت؟ لقد سأل رسول الله عن جثمان ابن عمه جعفر، فإذا به 90 طعنة كلها في صدره رحمه الله، فحمله رسول الله بيديه الشريفتين وذرفت عيناه الدموع ودعا له ولأولاده بأبي أنت وأمي يا رسول الله.